مفادة التلفزيون المصري إلى فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. أميمة تمام تنضم إلي. يعني أميمة، الفعاليات كثيرة والجلسات أكثر، ومن تقابلوهم على الأرض في فعاليات هذا الحدث الهام؟ تخرجون ربما بالأفكار الجديدة والإبداعية فيما يخص قضايا العالم. ضعيني في الصورة لديك. نعم هبة، بالفعل نعم معك هبة. هبة بالفعل يعني سنخرج الآن بفكرة جديدة أو بإلقاء الضوء على جيل زد، وجيل زد سوف يحدثنا عنه ويشرح لنا ما هو جيل زد وما هي السلبيات والإيجابيات بالنسبة لجيل زد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب المهندس شادي أكردي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. جيل زد، يعني احنا اول ما شفنا في اجندة الاعمال وفعاليات المؤتمر تساءلنا ما هو جيل زد، يعني عايزين نشرح للسيدات والسادة المشاهدين ما هو جيل زد وكيف تمت مناقشة قضايا جيل زد في المنتدى، سواء في ورش العمل او في قاعات المنتدى. في البداية الاول احب ارحب بحضرتك وارحب بالسادة المشاهدين. احنا جيل زد، احنا كتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كان لينا مشاركة في ورشة منظور جيل زد لعالم ما بعد الجائحة. الورشة كانت باختصار احنا بنتكلم عن جيل زد، هو جيل من مواليد 1997 ل 2012، بنتكلم عن جيل اتولد في التكنولوجيا، اتولد ما بين السوشيال ميديا، قدر ان هو يكون عايش جواهم كويس جدا. بنتكلم ان الكورونا كانت بالنسبة له كانت اكبر صدمة قدرت ان هي تأثر عليه، كان ليها بعض التأثيرات سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية. كانت دي كانت مضمون الورشة، كان في البداية ان احنا بنشوف الأول مدى استخدام الجيل ده للسوشيال ميديا ومدى ان هو بيعتمد عليه اعتماد قد ايه. كان المحور ده كان محور الأولي ليها، وتشقينا بعد كده ان احنا بنتكلم عن السلبيات والإيجابيات للجيل زد نفسه. بنتكلم عن ايجابياته بنقدر ان احنا نشوفها، ان هو قدر ان هو يكون عنده قدر من المسؤوليه داخل البيت، قدر ان هو يكون عايش ما بين الاسره لفتره اطول، قدر ان هو يحدد قد ايه هو فكره ان هو يبقى عنده مسؤوليه يتحملها، يقدر ان هو يكون مسؤول عن حاجه، اداره اموره الماليه كمان قد ايه التوفير دي قدرت ان احنا نكون من ضمن الايجابيات اللي اتكلمنا عنها. وكان عندنا طبعا سلبيات كتيره جدا قدرت ان هي تاثر في الجيل ده، كان منها كمان طبعا الصحه النفسيه، ان الجيل ده اتاثر نفسيا بعدم التواصل، مفيش اتصال مباشر ما بينه وما بين اللي حواليه في الظروف اللي هو بيبقى محتاج فيها ان هو يكون ليه تواصل مباشر باللي حواليه. دي كانت من اهم السلبيات اللي اثرت فيه جدا في تعاملاته مع الجزء الاخر كله، كانش فيه اتصال مباشر، كان ده اللي كان ادى بيه ان هو عدم وجود اي حراك ما بينهم وما بين بعض، كان الاتصال بيكون عن طريق الانترنت بيكون سريع جدا فالانفصال بيكون اسرع، فدي كانت من ضمن السلبيات. اضطرينا بعد كده ان كان من الجميل جدا من ضمن الورشه ان كان اغلب الحضور كانوا من جيل زد، قدرنا ان احنا نتشارك معاهم. جيل زد اللي هو من سن كام لكام تقريبا؟ اللي هو من سن بنتكلم من 97 ان هو اكبرهم في حدود ال 20 سنه دلوقتي، فبنتكلم ان هو جيل هو نضج، جيل هيشارك معانا في سوق العمل الفترة اللي جاية، جيل هيكون ليه وجود على الترابيزة في أغلب الأمور الفترات اللي جاية، بنتكلم في المستقبل هيكون صاحب قرار، هيكون من ضمن الرؤية السياسية المستقبل بتاعه. طبعا تفكيراته وانعقاداته الفكرية اللي كان الجيل ده تأسس عليها مختلفة عن الأجيال اللي فاتت بحكم التكنولوجيا اللي اتولد فيها. يعني جيل زد لماذا هو مرتبط بالفئه العمريه اللي حضرتك بتتحدث عنها، بينما انه احنا بنجد المجتمع كله دلوقتي اصبح اشبه بجيل زد، يعني حتى الكبار اصبحوا زي جيل زد بالظبط، زي الفئات العمريه اللي حضرتك بتتحدث عنها، لان هو اصبح نمط حياه، يعني هو اصبح نمط حياه في حياتنا كلنا، حتى كبار السن بنجد دلوقتي والجدود بنجد ان هم دلوقتي ايضا متفاعلين مع نمط الحياه الجديد، نمط السوشيال ميديا، الانترنت، برضو يعني الرقمنه فعلا يبدو انها هتفرض نفسها على عالم فرد يعني في المستقبل القريب. كلام حضرتك مظبوط جدا، احنا بنلاقي ان ده كان تاثير من ضمن تاثيرات الجائحه علينا، كان ده شكل معانا تشكيل كبير جدا في وجود وقت فراغ كبير جدا بالنسبه للاجيال
تانية قدرت ان هي تستقبل الحاجات التانية من جيل زد كتعاملات على السوشيال ميديا. لو نيجي نقيس على الاجزاء دي كلها نلاقي ان الاجيال التانية معدلات استخدامها للسوشيال ميديا بعد الجائحة كان اكبر بكتير جدا من المعدلات الاولانية بحكم وقت الفراغ اللي الجائحة سببته. فده كان منها بعض الحاجات التانية ان الجيل ما استغل، مش كل معظم الجيل استغلها، هو معتاد على الاعادة على السوشيال ميديا. دي من خصائص الجيل، مش من الجائحة، ما كانتش سبب فيه، بس الجائحة كانت من ضمن الحاجات الإيجابية اللي ساعدتنا فيها، هو ان هو الجيل دوت فكر تفكير تاني ان هو يقدر ازاي يتعلم عن بعد. تعلم عن بعد دوت كانت مصر برضو ليها دور قوي جدا ان هي كانت سباقة بيه، كان قدرنا ان هي فرصة عن الدول التانية اللي لما حصلت عملية العزل كانت مشكلة كبيرة جدا في وصول التعليم للجيل ده، ان هو كان مازال تحت الدراسة جيل كله، بدأ خروجه من الجامعات الفترة دي، اللي كان خرجنا ببعض التوصيات. كنت عايزة أعرف من حضرتك التوصيات، يعني كل هذا ما هو الهدف منه؟ حضرتك ذكرت مميزات والعيوب، يعني إحنا دلوقتي عايزين نعرف ورشة العمل كان الهدف منها الخروج بتوصيات عشان إيه؟ يعني تصب في إيه بالنسبة لجيل زد؟ كان عندنا الهدف الرئيسي ان احنا عندنا جيل هيصطدم بسوق العمل، هيكون عنده انخراط كامل بالمجتمع، هيكون ليه تطلبات غير الاجيال اللي قبليه على المستوى. عندنا ابعاد بنتكلم عنها، عندنا بعد اقتصادي، بعد اجتماعي، وعندنا بعد نفسي. عندنا البعد الاقتصادي بنتكلم ان هو جيل هيكون ليه اصطدامات بسوق العمل، على الشركات ان هي تبقى واخده في الاعتبار اسلوب التوظيف اللي هيكون منوط بيه الجيل ده. الجيل مش هيقبل بتوظيفات التقليديه المعتاده عليها، ان الجيل بيبقى بيتميز بخصائص تانية، عنده خصائص اللي هي ان الوظيفه ما كانتش بتنص على مهارات شخصيه ومهارات مهنيه هو هيكتسبها. ده المعدل الرئيسي ان هو بيقبل بيه الوظيفه حتى لو كانت فيها زياده في وقت العمل، ان هو عنده قابليه لاستقبال المعلومات اللي بتجيله من الاخرين سواء كانت هتفيده على المستوى المهني او على المستوى الشخصي. وكان من ضمن الحاجات على المستوى النفسي والصحه النفسيه اللي الجيل ده اتاثر بيها جدا، بالذات في العلاقات الاجتماعيه كمان كان ليه تاثرات كبيره جدا من المجتمع، والجائحه كانت سبب من الاسباب في زيادته كنسبه اكتئاب. كان توصياتنا ليها ان عندنا جزئيه الصحه النفسيه ان هي تكون يتم ادراجها ضمن اعلان الامم المتحده لحقوق الانسان، وفي المبادره الرئيس اتكلم عنها حتى في اخر جلسه سياده الرئيس اتكلم عنها باسلوب واضح جدا في ادراج الجزئيه الخاصه بالصحه النفسيه واهتمامها بها كلها. أكثر فيما بعد. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا المهندس شادي أكوردي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، شكرا لك. شكرا جدا، شكرا لحضرتك، شكرا شكرا. إذا نعود لك مرة أخرى هبة، وإلى مشاهدينا الكرام وشكرا جزيلا لك. أشكرك جزيل الشكر أميمة تمام، مفادة تلفزيون المصري إلى فعاليات منتدى شباب العالم.